يطلق الأوكرانيون على هذا المبنى اسم الفيل الأبيض. إنه المرصد الفلكي القديم الذي بني على ارتفاع أكثر من 2000 متر، ولكن لم تكتب له الحياة. فبعد افتتاحه في العام 1938 على أراض بولندية أنذاك، أخلي بعد سنة من اندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعدما بقي مهجورا لفترة من الزمن، تحول بعد ذلك إلى مكان إقامة مؤقت للسياح. كان يفتقد إلى السقف، وانهارت طبقته كافة لتتحول إلى أكوام من الحجارة. أضف إلى ذلك القمامة التي خلفها السياح على مر السنين، وكانت أكوام الركام تصل إلى ارتفاع 2 متر في بعض الأماكن، وبحسب التقديرات الأولية كان حجم الأنقاض يصل إلى 100 متر مكعب تقريبا. انطلقت في العام 2008 أعمال الترميم التي كانت بطيئة ومعقدة نظراً إلى الظروف المناخية القاسية وعزلة الموقع. مشروع يقف وراءه علماء أوكرانيون وبولنديون، وتقدر كلفته بحوالي 900,000 يورو. يمكنه قبل كل شيء أن يشكل محطة رصد جوي توفر البيانات بشكل تلقائي ودائم، وهو سيتيح كذلك دراسة نوعية الهواء وحركته عبر الحدود، وهو أمر يحظى باهتمام بارز في أوروبا. ويمكنه أخيراً أن يستخدم لإجراء أبحاث فلكية. ويقع المرصد السابق في المنتزه الوطني في جبال الكربات، التي تتميز فيها الحياة الحيوانية والبرية بتنوع لافت، ما من شأنه أن يستقطب السياح. من المؤسف عدم استحداث مواقع كهذه في مختلف أرجاء هذه المنطقة من الجبل الأسود. يمكن للمرصد وقت ذاك أن يصبح المعلم الأول للسياحة الحديثة في أوكرانيا، مثل ما هو الحال في الدول الأوروبية. الأجواء في موقع بيبيفان لا تكون صافية سوى لـ60 ليلة في السنة، ما يجعله يفتقر إلى المعايير الحديثة للمراصد الفلكية. غير أن النجاح في الترويج لهذا الموقع قد يضمن له في نهاية المطاف مستقبلاً مشرقاً، بعدما يقرب من 80 عاماً على إنشائه.